اهلا بيكم. وصلنا في السكوب مانجمنت للمرحله اللي عملنا فيها ورك بريك داون ستراكشر. دلوقتي بعد ما عملنا الورك بريك داون ستراكشر ده احنا محتاجين نخش على ان احنا نتاكد ان اللي احنا عملناه او اللي احنا كتبناه ينفع. اوكي، ده هنا مرحله الفيريفيكيشن دي الحقيقه ممكن برضو نتكلم فيها كتير زي اي حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها ممكن نقضي فيها وقت، لكن انا هنا بحب الحقيقه اعرض لفكره بسيطه في الفيريفيكيشن. ممكن نبسطه لثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاساسيه الاولى هي ان انت بتراجع على شغلك. نمره واحد، انت مفيش حاجه تعملها هتتسلم او هتتعمل او هتتقدم او ايميل حتى هتبعته الا لما بتراجعه بعد ما تبعته بعد ما تكتبه قبل ما يتبعت، مش كده ولا ايه؟ بتعمل المرحله دي اللي هي لازم كلنا بنعملها في اي شغل بنعمله، ان احنا اتليست بنراجع شغلنا مره. ليه؟ لان جل من لا يخطئ، عادي جدا ان انت وانت بتعمل حاجه بتنسى جزء او ما بتاخدش بالك منه او بتلاقي ان انت كان في حاجه عندك تركبت غلط او حاجه اتحطت قبل حاجه او يبقى وانس انت رجعت على حاجتك يبقى انت كده يعني شايف ان حاجتك كده السكوب او الورك بريك داون ستراكشر اللي انت عملته ده معقول صح. طيب مين فينا ما بيغلطش؟ طيب مين فينا سهل عليه انه يكتشف اخطائه؟ ده من يقول لك من اصعب الحاجات ان انت بنفسك تكتشف اخطائك. يبقى بالتالي محتاجين حد تاني يبص لنا على الشغل بتاعه. الحد التاني ده بنشوف حد قريب. الحد القريب ده يا بيكون حد زميل ليك في شغل قريب من شغلك او قريب زي شغلك، بيراجع لك السكوب ديفينيشن اللي انت عملته. ليه؟ علشان هو هيبص له بعين مختلفه وبالتالي ممكن يكتشف حاجات انت ما قدرتش تكتشفها بسبب انت اللي كاتب الكلام ده بيدك. اوكي، ممكن الحد التاني ده يكون حد تاني في التيم بتاعك، في نفس الشركه، في نفس المؤسسه، اوكي، واحد صاحبك، اي حاجه، حد يكون فاهم الموضوع اللي احنا بنشتغل فيه ويقدر يقيم السكوب دوكيمنت اللي اتعملت دي، سكوب ديفينيشن اتعمل ده اتعمل بشكل كويس ولا لا. يبقى كده في اتنين بصوا عليه، اوكي، انت وحد تاني. الحد التاني هيكتشف لك حاجات انت كان لا يمكن ان انت تكتشفها لانه بيبص زي ما قلت لك بشكل مختلف عنك تمام. يبقى فاضل المرحله الاخيره من الفيريفيكيشن وهي ان احنا بقى نودي السكوب ديفينيشن ده للعميل. اوكي، طب ليه ما وديناهالوش قبل كده؟ عشان ما تبقاش فضيحه، مش كده ولا ايه؟ لان انت بتراجع على شغلك تكتشف فيه اخطاء، وحد راجع لك عليه ويكتشف فيه اخطاء، والعميل هيراجع عليه ويكتشف فيه اخطاء، بس على الاقل لما هيكتشف الاخطاء فيه، وعادي جدا الاخطاء، انا هنا مش بتكلم على الاخطاء لان انت حاجه ان انت وحش وبتعمل اخطاء، لا ده العادي، ما حدش فينا ما بيعملش حاجه ناقص منها حاجه، ما حدش بيعمل حاجه بيرفكت مهما حاولت. المهم بيبص هو بس ما بيشوفش بقى حاجه شكلها وحش. مش كده ليه؟ حاجة متنظمة كويس، حاجة مكتوبة كويس، حاجة اتراعى فيها ان ما يبقاش فيها اخطاء فادحة، وبعدين هيقول رأيه ويطلب تعديلات او يكتشف لك اخطاء او بس تبقى حاجة ملمومة يعني. اوكي؟ خلاص عملنا الفيريفيكيشن، طبعا لو العميل له متطلبات تغيير او بترجع وتريفايز تاني وتعدي في الفيريفيكيشن مرة تانية. المهم خلاص اتفقنا احنا التلاتة، انت واللي بيراجع معاك والعميل، على ان السكوب ديفينيشن از اوكي، يبقى احنا وي ار ريدي تو جو فور ايه؟ فور بلاننج بقى. ان احنا بناخد ورك بريك داون ستراكشر ونبتدي نكسره زي ما هنشوف في النولج اريا الجايه. هاويفر، بما ان احنا بنتكلم على سكوب مانجمنت على بعضه، يبقى لازم نحط معانا كمان نقطه اخيره في موضوع السكوب مانجمنت وهي نقطه السكوب كنترول. وهنا انا بحاول افكرك في السكوب كنترول اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو السكوب كريب. السكوب كنترول ببساطه شديده، وده هتلاقي كل حاجه من نولج اريز اللي جايه على فكره في اخرها في كنترول 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 كنترول. اوكي، السكوب كنترول مبني على حاجه بسيطه جدا وهي ان انت تعمل دوكيومنتيشن كويس. يعني لو هكلمك على سكوب كنترول يبقى انا هرجع اعيد الكلام اللي قلناه قبل كده في الفيديو او المحاضره بتاعت السكوب كريب. اوكي، فانت المطلوب ان انت تعمل دوكيومنتيشن، ومن هنا الحقيقه ترجع في البان بوك هتلاقي البان بوك فيه جزء كبير جدا جدا جدا
عن ازاي نتأكد ان السكوب كنترولد كويس وان ما يحصلش مننا سكوب كريب، وده ليه لأهمية السكوب كريب السكوب وأهمية او خطورة ان يحصل سكوب كريب. ناخد بقى للسيستم يفضل ده شغال، موضوع السكوب كنترول ده زي بقيت كل انواع الكنترول التانية بتفضل شغالة معانا طول حياة المشروع، دايما بيبقى فيه سكوب كنترول على قد حجم المشروع بياخد مجهود، لكن لازم يبقى فيه نوع من انواع السكوب كنترول موجود معانا على مدار حياة المشروع. كده بسرعة شديدة احنا اتكلمنا عن ايه اللي اسمه البروجكت سكوب مانجمنت. عايزين نبتدي نخش على النولج اريز الثانيه، دايما بنتكلم على سكوب مانجمنت في الاول، لكن نتكلم بعد كده عن السكوب سوري هنتكلم عن السكيدولينج مانجمنت او كان زمان بيسموه التايم مانجمنت، وهنشوف ايه السكيدولينج مانجمنت ده وازاي نعمل. يا ريت اشوفكم بقى في المحاضره الجايه ان شاء الله.